ضمن رؤية استشرافية واضحة المعالم لمقدرات ومؤهلات البلد القارة، تتوجه الجزائر اليوم بخطى ثابتة نحو تحقيق أمنها الغذائي وتكييف استراتيجيتها الفلاحية مع المتغيرات العالمية المتسارعة عبر إصلاحات عميقة ومباشرة لفائدة الفلاح. تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في مادة القمح الصلب مع نهاية سنة 2025 وغلق أبواب الاستيراد لمادتي القمح والشعير آفاق 2026 قرارات استراتيجية شجاعة التزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كأولوية أساسية اليوم للحفاظ على استقلالية القرار السياسي للبلاد، وهو الملف الذي خصه السيد الرئيس بالاهتمام الكبير عبر الالتزام بتطوير القطاع الزراعي مكننته وتوسيع الاستثمارات الموجهة لدعم الفلاح، توسيع المساحات المسقية وزيادة إنتاج الحبوب لسد الاحتياجات المحلية وتصديرها في مرحلة ثانية. أهداف باتت واضحة المعالم بعد مؤشرات نوعية لموسم فلاحي سخي جدت به هذه الأرض الطيبة التي زرعت وارتوت بسواعد أبنائها الذين تجندوا لمرحلة حصاد زادتهم ثقة بإمكانيات الوطن ووعيا بأهمية المرحلة، ما سمح بتوفير مليار دولار فاصل اثنين لخزينة الدولة. الاكتفاء الذاتي بالنسبة للقمح وصلنا إلى مستوى أكثر من 80% في هذه السنة، وتعتزم طبعا السلطات من خلال إرادة سياسية ومن خلال الاستثمارات العمومية اللي في كثير من الحالات حفزت هذا الفلاحين، لأنه اليوم الفلاح وخاصة نقول المتعامل الاقتصادي في الجنوب دعم بالنسبة للحبوب، دعم بالنسبة للأسمدة، دعم بالنسبة للكهرباء، دعم بالنسبة للغاز، دعم بالنسبة حتى بالنسبة لعملية الحصاد موجودة على حساب السلطات العمومية، حتى بالنسبة لعملية التسويق موجودة بالنسبة للسلطة العمومية وتوصل إلى مستوى 6000 دينار جزائري بالنسبة للقمح مثلا. رهان الأمن الغذائي اليوم أولوية استدعت إجراءات جريئة وتدابير استعجالية، والبداية بالسهر على إنجاح موسم الحرث والبذر من خلال توفير أكثر من 4 ملايين قنطار من البذور والكمية نفسها من الأسمدة يتم توزيعها للولايات الفلاحية. تم منح لكثير من المنتجين الفلاحيين في الجزائر سواء وطنيين سواء بالنسبة لي حتى شركة، لأنه شفنا شركات مهمة جدا مبنية مش فقط على عمل إنتاج فلاحي، مبنية على مشاريع متكاملة مندمجة، مشاريع مهمة جدا انطلقت بشراكة مع بلدنا القطريين وانطلقت كذلك مع الإيطاليين وانطلقت كذلك حتى مع المؤسسات الجزائرية. اليوم تقريبا السلطات العمومية تعتزم على توقيف الاستيراد في السنوات القادمة. بلوغ الجزائر هذا المستوى في مجال الأمن الغذائي يعد انتصارا للفلاح، أكدته الإحصائيات الدقيقة لمخزون الجزائر الاستراتيجي من الحبوب وتقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو الذي صنف الجزائر في مراتب مشرفة عربيا وإفريقيا من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي.